أعظم مرنم يقول الترنيمة الجديدة هو شخص المسيح. قال الكتاب كده: يبتهج بك فرح، يبتهج بك بترنم. ده كلام عن المسيح له كل المجد. رب يسوع المسيح ذكر عنه في مزمور 22 وعبرين 2: أخبر، مرة أخبر ومرة أخبر باسمك إخوتي، مرة أقول في وسط الجماعة أو في وسط الكنيسة إيه أسبحك. فإلهنا شخص الرب يسوع المسيح هو المايسترو لجوقة الترنيم. عشان كده لازم هو يرنم فينا. إحنا معظمنا خي جميل بنركز عن ترنيماتنا، وده شيء مش وحش، لكن إمتى نركز عن ترنيماته؟ إمتى نركز هو بيقول لنا إيه في ترنيماته؟ إمتى يقودنا؟ أذكر الآية دي بس: الرب إلهك في وسطك جبار يخلصه، يبتهج بك فرح. ده الرب اللي بيبتهج، أهو يبتهج الرب. يسكت في محبته، يبتهج بك بترنم. الكلام ده في صفانية 3 وعدد 17. الرب اللي بيرنم،